من موسم لموسم رائد بكل شيء مختلف عن بقية العالم بكل شيء نسبة التألق حديث البلد اللي عمل ترندينج نمبر 1 شابو با الجمال شو حلوة أنت محلل البرنامج والهضامة عم بتزيد حسيسان وهالخميس أحداث ومواضيع شاملة رح نطرحها وشخصيات عديدة رح نستضيفها Love you. حديث البلد مع منى أبو حمزة بس يكون عندهم منبر مثل هالمنبر خليوني نظروا علينا سيمونا الخميس بعد علاقات خاصة مباشرة على MTV